تستضيف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة العمل الثانية لأولويات الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك بحضور ومشاركة الجهات المعنية بتطوير الحكومات الرقمية وتقنية المعلومات والاتصالات الخليجية، وتأتي هذه الاستضافة في إطار التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذا لتوصيات الورشة الأولى. وخلال ورشة العمل تم استعراض تجربة مملكة البحرين في التعاون مع القطاع الخاص وبحث أبرز التطبيقات والمنصات الوطنية وقياس التحول الرقمي بدول المجلس. كما تم بحث موضوع مراكز الاتصال الحكومية الموحدة والأنظمة الحكومية المشتركة وآليات تبادل البيانات بين دول مجلس التعاون، إضافة لمناقشة وبحث خدمات الدفع المركزي وعقد حلقات نقاشية لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. في الحقيقة تماشيا مع توجيهات اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي وزير الداخلية، عملت هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية على تنظيم الورشة في نسختها الرابعة لوضع وتحديد أولويات الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. في الحقيقة تأتي هذه طبعا من ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية تقوم فيها هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الحقيقة نسعد باستضافتنا في مملكة البحرين، ونهدف إلى تعزيز التواصل مع دول مجلس التعاون في تبادل الخبرات، وكذلك مناقشة أهم الخدمات المشتركة بين دول مجلس التعاون التي تخدم فيها مواطني مجلس التعاون. خدمات إلكترونية، قياس التحول الرقمي والتحول الإلكتروني في دول مجلس التعاون، سلم كمال دراسة المنظومات والوسائل والقنوات الإلكترونية اللي من خلالها نقدم فيها الخدمات والمبادرات الرقمية لدول مجلس التعاون، من ثم خدمة المواطن والمقيم الخليجي وتقديم له أفضل الخدمات المشتركة اللي تسهل عملية التواصل بين المواطن الخليجي مع الدول مجلس التعاون الخليجي. في بداية الحقيقة حابين نقدم الشكر الجزيل لمملكة البحرين على حسن استضافة وتجمع الرائع فيما يخص أولويات الحكومة الرقمية في دول مجلس التعاون، اللي إن شاء الله نطمح بحول الله في نهاية هذا الملتقى للحصول على جميع النتائج المرجوة، ونكون يكلل هذا الملتقى بالنجاح بإذن الله لرفع التوصيات إلى اللجان ذات العلاقة في دول مجلس التعاون. اليوم مشاركين احنا في مملكة البحرين الورشة الثانية للخدمات الحكومية الإلكترونية. اليوم تكلمنا عن المحاور التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية للمنصات وآلية تبادل المعلومات، ومحور المهم اللي هو التحول الرقمي. من أهم وأبرز التطبيقات في دولة الكويت عندنا احنا تطبيق سهل اللي يشمل جميع الخدمات الحكومية المشتركة بين الجهات الحكومية، وعندنا فيها تطبيق هويتي. هاي تطبيق هويتي تطبيق شامل يشمل هوية المواطن ورفع جميع المستندات التطبيقية، يعني الهويات اللي للمواطن، مثلا الرخصة مالت الإجازة، التطبيق مثلا شهادة التطعيم. في عندنا يغني المواطن عن أنه يحمل المستندات معاه في أي حالة من الحالات.